السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الحلقة التانية من تيك ستورز. احنا غيرنا اسم السلسلة من تيك توك وسميناها تيك ستورز. السبب ان احنا غيرناها لان احنا شفنا اللي بنقدمه هو مش تيك توك بالظبط، مش بيور تكنيكال كونتنت، هو يغلب عليه الستورز. واحنا يعني الفيدباك اللي جانا من الحلقة اللي فاتت كان شكله ايجابي، فناس قالت لنا احنا حابين ان احنا يعني نسمع اكتر في التفاصيل في الموضوع دوت، في النقطه اللي بنتكلم فيها. واحنا سميناها تيك ستوريز مش داتا ستوريز، لان هي ممكن ليتر اون نخش في توبكس ثانيه غير الداتا. من ضمن الكومنتات قالت لنا في حد قال يا جماعه انتوا او انا يعني المره اللي فاتت في اجزاء شرحتها، مش شرحتها يعني اقصد اتكلمت عنها، بس اتكلمت عليها بشكل بسرعه جدا، وده عشان اصلا حلقة طويلة جدا، فانا لو كنت اخدت في كل جزء اطول من اللي انا اخدته كانت حلقة اطول عن كده. طيب تو ذا بوينت، احنا الحلقة دي فكرنا احنا نكمل سلسلة الداتا مايجريشن اللي احنا كنا فيها المرة اللي فاتت، وهنتكلم عن شوية حاجات ممكن لو الناس اخدت يعني عملت لها consideration وهي بتبني الاركتكشر بتاعها، تسهل لها شوية حاجات وتقلل من الأخطاء وتقلل المشاكل اللي بتحصل في الداتا migration. قبل ما نبدأ نتكلم آخر حاجة، أنا عارف إن هي حتة أجلي كده، بس هي في consent كده حطه في تفصيل حط تحت كده في الكومنتس الفيديو، وهي إن أنا معظم الحاجات اللي بشرحها دي هي ما لهاش علاقة بشغلي الحالي ولا الماضي أو أي قسم أنا شغال معايا، يعني عامة هي حاجات general knowledge وحاجات عامة ممكن يحصل طلب بيها، بس هي ملهاش علاقة بأي حاجة زي كده. طيب نخش في موضوع أو جزء من الأجزاء اللي الناس بتتكلم عليها في المايجريشن، هي الانجستشن. نيجي نفكر في الانجستشن، بيبقى فيه شوية حاجات كده عايزين نفكر فيها. أول حاجة هي إيه شكل الداتا اللي أنا هينجست معاها، يعني هل أنا عايز أجيب داتابيزز، يعني عايز انجست داتابيزز، ولا لا ده انا عايز انجست اي او تي ديفايسز، يعني مثلا ماشينز، ماشين جنريتد داتا. ماشين جنريتد داتا دي ليها تعريفات كتير، قد تكون ماشينز مثلا اللي هي اللوجز اللي بتطلع من ماشينز، او اللوجز بتطلع من اي سيرفرز، او اللوجز بتطلع من اللوجز هنا مش مقصود بيها لوجز يعني السيرفر لوجز ات كود، هي لوجز في الاخر اسمها لوجز، بس اقصد هي اي جنريتد ماشين جنريتد داتا، ده قد تكون من احد السورس سيستمز، ولا لا ده هي اي بي ايز كولز وانا عايز اجيب الداتا دي كجزء من السيستم عندي. اختيار او كلاسيفاي الداتا دي، اول حاجه ايه نوعها او ايه شكل الداتا دي، دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه، هل انا اقدر اكونكت على الداتا دي ان انا اجيبها ولا لا. في مثلا من ضمن الحاجات اللي شفتها يعني فشلت مشاريع migrations، ان مثلا كان ناس عندهم source system قديم، مثلا ETL نفترض Informatica ولا Stage ولا whatever، وكانوا بيكونكتوا GDBC عشان يرنوا شوية queries، مثلا select asterisk from table ده، ومثلا ال last modified date اكتر من ال date اللي انا استدل سحبتها. طيب ايه مشكلة يعني هل ده سبب ان المشروع يفشل؟ لا، احد المشاكل ان الداتابيز مع الوقت بدأ تبقى فيها bottleneck، مهما كان الداتابيز قوية، مهما كان قوتها والكيرس بتاعتها، ستيل طول ما انت بتكونكت جي بي سي هتفضل هتوصل، يعني هتفضل ماشية معاك 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 لغاية ما تيجي عند نقطة ليميت كده، انت كده وصلت عند البيك وتبدأ تواجه شوية مشاكل. فبالتالي لما بتيجي تعمل مايجريشن، ايفن لو احنا رحنا للميثودولوجي اللي كنا عملناها فاتت اللي هي بتاعت انك انت رايح 1 تو 1 مش هتغير حاجه من موديل، الفكره هنا انت هل هتنجست نفس الطريقه القديمه جي دي بي سي ولا هتروح طريقه تانية؟ طيب هو اصلا في طرق تانية ان انا انجست الداتا؟ في طرق تانية. مثلا هديك مثال، دلوقتي انت بتكونكت جي دي بي سي حلو على الداتابيز. طيب افرض ان الداتابيز انت بتكونكت عليها دي انت عايز تجيب لها تيبل صح؟ طيب هل في طريق ان انا كونكت على الداتابيز واجيب الداتا من غير ما انا اكونكت جي دي بي سي او من غير ما اخش الكيوز واكسكيوت كويريز والكلام ده؟ في زي ايه؟ اديني مثال. مثلا سي دي سي، لو انا عندي مثلا نفترض ان انا بكونكت على كلاود على الداتابيز مثلا بوستجريس اورورا او اوراكل او ايا كان الداتابيز، فكل داتابيز ليها سي دي سي تول. سي دي سي دي ايه هي؟ سي دي سي تشينج داتا كابتشر. تشينج داتا كابتشر ده هي التول او مش التول، هي الطريقه اللي احنا بنكابتشر بيها التشينجز على الداتابيس. فانا لو عندي
تيبل في الداتابيس حاصل فيه تشينجز، التشينج ده بيتحط في حاجه اسمها زي لوجز كده، داتابيس دي بي لوجز. في طريقه ان انا من اللوجز دي اريكونسايل الريكورد او الداتا او التشينجز و اكستراكتها واحطها في ايا كان الشكل اللي اكستراكت فيه. فمثلا لو حد بيستخدم حاجه زي اوراكل جولدن جيت، وهي من تولز جميله جدا، وانت بتنجست مع اوراكل، اوراكل جولدن جيت مش بترن كويز داتابيس، هي بتريكونسايل الداتا من اللوجز الموجوده في الداتابيس وتحطها لك في اوت بقى مثلا فايلز او ايا كان الشكل عامل ازاي. نفس الكلام وانت بتكونكت مثلا على اي دبليو اس مثلا اورورا او اوراكل حتى او ايا كان السورس سيستم، ممكن تستخدم مثلا على لو انت اي دبليو اس ممكن مثلا دي ام اس داتابيس مايجريشن سيرفيس. نفس الكلام هي مانج سيرفيس اصلا تاخد الداتا تنجستها اولموست ريل تايم وتحطها في الداتا وتحطها في الاكسترنال سورس. طيب هنا احنا عملنا ايه؟ احنا ما غيرناش حاجه، احنا جبنا نفس الريكورد نفس الداتا بس من غير ما انجست او من غير ما كونكت جي دي بي سي. يبقى انا كده ما غيرتش الاركتكشر بتاعي، انا حاولت اديكابل ان انا لما اجي اجيب الداتا ما اقعدش ارن جي دي بي سي. طيب هل ده حل للمشكله؟ يعني احنا ليه بنعمل كده؟ ده فراغا مثلا؟ لا، عشان احنا عايزين نديكابل ان انا لما اجي انجست الداتا ما اقعدش ارن حاجه على الداتابيز، مش عايز اوفر هيد الداتابيز. طيب انت بتتكلم على السي دي سي ده لو انت بتتكلم على مثلا داتابيز. طب في ناس ساعات بيحصل عندها خلط، هل انا لو انا مثلا عايز استخدم طريقه مثلا في المايجريشن بتاعي، انا عايز مايجريت كل حاجه وحط في النص كده انترميديت لير كافكا، وهنتكلم لسه عن انترميديت لير ليتر، بس خلينا نقول ان في انترميديت لير كافكا او ايا كان الماسكينج سيستم كنيسيس على اي دبليو اس او اللي هو زي، وانا عايز اموف الداتا بالشكل ده او عايز اموف الداتا لانترميديت لير. في ناس بتفتكر ان سي دي سي فيرسس كافكا او فيرسس الماسكينج سيستم، فظل ان هي مش كده، هي سي دي سي اند ماسكينج سيستمز او اند ستريمينج لير اند انترميديت لير. بمعنى ان سي دي سي هي بتطلع الداتا على انترميديت لير، انترميديت لير ده يكون فايل سيستم هادوب اس اس 3 جوجل فايل سيستم ايجر وات ايفر، هو في الاخر او على كافكا، هو في الاخر مش فارقه معاه، يعني هو الطريقه اللي انت تجيب الداتا. طب هل انا اصلا في كافكا حتى ما اجي اشتغل في كافكا، هل انا كافكا هو بيبول الداتا من السورس سيستم؟ في طرق كتير، بس احنا كافكا مش الناس غالبا بتعمل ايه، بتستخدمه از ميدل لاير وبتحط فيه الداتا. حلو، طيب انا ازاي هجيب الداتا عشان احطها لكافكا مثلا وناخد على انترميديت لاير؟ احنا لازم نتكلم عن انجستشن لاير، بس دخلت الحته دي عشان اوضح ان احنا مش بنعمل ده او ده، لا هو ده اند ده. طيب نرجع تاني لناحيه كافكا. فانت دلوقتي لو عندك داتابيس انت ممكن تستخدم اكتر من طريقه انك انت انجست داتا، احد الطرق دي سي دي سي. طيب هل في طريقه تانيه؟ في ناس بقى بتحاول لو هم اصلا بيري اورجانيز الاركتكشر بتاعهم هم يستخدموا، مش بقول انا عارف الناس بتسمع مايكرو سيرفيس بتخط ويجي لها حالة كده، بس خلينا نقول ان احنا مش عايزين نقول يعني مايكرو سيرفيس بالمفهوم اللي هي ان انا بري ديزاين ابلكيشن، قد ما هي فكره ان انا ازاي الابلكيشن بتعامل مع الباك اند. في بعض الناس قالت لك لما يجي عملوا اركتكشر للبروجكت بتاعهم قال لك احنا مش هنخلي ان احنا نكلم الداتابيز وهنخلي تول تكلم الداتابيز، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل زي توبكس سواء في كافكا او في كنيسيس او اي تول مثلا، وانا هعمل داتا بايبلاين ان اي ابلكيشن عايز تكتب رساله او تكتب تعمل اي ايفنت، ماشي؟ انا مش عايز اقول كلمه ايفنت سيستم وايفنت اركتكشر عشان مش عايز اكومبليكيت الدنيا، بس خلينا نقول انا بحاول ابسط الموضوع لو الناس فاهمه، لو حد من اللي بيسمعني فاهم هو عارف انا بقول ايه بالمصطلح العلمي او الاركتكشر انا بتكلم شكله عامل ازاي، بس انا مش عايز اقول الحته دي عشان ما صعبش الدنيا. بس في ناس بتحول الديزاين سيستم بحاجه اسمها ايفنت دريفن اركتكشر، ايفنت دريفن اركتكشر بمعنى ان كل حاجه في السيستم هي بتتعمل كايفنتس. ان انا لما اجي مثلا عايز اعمل حاجه على الباك اند ان انا ببعتها في انترميديت لاير، فبالتالي بدل ما انا كان في الاول بستنى ان الباك اند يكتب في الداتابيز واحقق من الداتابيز، لا هو الباك اند اسينكرونس بيرمي ايفنتس في مكان توبيك مثلا في كافكا مثلا ولا حاجه، وكلنا بنقرا من الحته دي. ودي غيرت المفهوم، زمان كان لازم كلنا داتابيز، ودي مشكله دلوقتي الناس كلها عايزه ان كل حاجه تتكلم اي بي ايز او تتكلم عن طريق انترميديت سيستم، مفيش سيستم يكلم سيستم دايركت. طيب
عشان ما نطولش في الحته دي. فاحنا فهمنا ان احنا لما بنيجي نبني نيو اركتكتشر عايزين مايجريشن بروجكت سلس، وعايزين نعمل حاجه نظيفه وما يتفشلش منها بعدين، مش عايزين نتكلم ده بيس كان ده بيس تاني، وبنحاول يعني مش عايز اقول باقصى مجهودنا، بس احنا فعلا نحاول نافويد ان احنا نعمل جي دي بي سي انتر اكشنز، او يعني احنا ناخد داتا عن طريق سيلكت كويريز والكلام ده او او دي بي سي ايا كان، ونحاول اما ان احنا نبني الاركتكشر ان مثلا ان انا ارى عن طريق سي دي سي لوجز. على فكره مش بتكلم سي دي سي لوجز، زي ممكن نستخدم حاجه اوبن سورس زي الدوبيزيوم مثلا، وهي اللي ترمي في كافكا وهي اللي ترمي في اي ماسنج سيستم. الجزء التاني ان انت لو انت بتعمل ريديزاين بقى للاورجانيزيشن كلها، وتقدر تتحكم او تتكلم مع السورس تيم ان هم يرموا الايفنتات بتاعتهم في كافكا، فدي حاجه كويسه جدا. طيب برضو بيجي وانت بتطيب سورس سيستم بالكامل الحته دي، في الجزء بتاع الداتا كلاسيفيكيشن، هل الداتا اللي انت بتعملها انجست دهيت هي نوع عامل ازاي، وانت عايزها ريال تايم مش ريال تايم؟ هل ممكن في نفس السيستم بتاعي يبقى عندي تراك للريال تايم، او يعني انجست داتا بشكل ريال تايم وداتا مش ريال تايم؟ هي دي فكره برضه مهمه، فكره ان الناس تديزاين بلاتفورم تبقى كلها ريال تايم وانا مش محتاج ريال تايم. يعني مثلا في سورس سيستم انا محتاج اخد عليه اكشن ان ريال تايم، بس في سورس سيستم تاني انا مش محتاج اخد على اكشن ريل تايم، ازاي مانج الحته دي في البلاتفورم بتاعتي؟ فلازم تعمل كلاسيفاي الداتا بالشكل ده، يعني تكلاسيفاي ده ريل تايم مش ريل تايم، وتبدا تنجست الكلام ده اهوت. ماشي. طيب وانت بتسلكت داتا سم، وانت بتسلكت ده السورس سيستم قد يكون لوجز، داتابيز، صور، فيديوز، اي حاجه، سيجنالز، اي حاجه، اي حاجه داتا دي. طيب اهم فين بقى؟ هي دي بقى النقطه المهمه. في ناس انا من وجهة نظري ان هي برضو في حته كده بيحصل خلط، هي هل انا هرمي الكلام ده كله في مثلا انا نفترض عندي داتا هاوس تيرا داتا ولا ريد شيفت ولا اوراكل، فانا هرمي كل ده في الاخر في داتابيس دايركت او يعني داتا هاوس دايركت، ولا هعمل داتا ليك؟ طيب نيجي بقى للداتا ليك، هي ناس عندها خلط، وانا بحس الفتره اللي فاتت شايف اكتر من الناس عندها خلط في موضوع ايه هي الداتا ليك وليه بنستخدم داتا ليك. خلينا نفترض ان انت عندك، انت حتى بتشوف في الصور كده، وانا ممكن احط لكم في اللينكس على الفيديو ده، او في لو انا حطيت الحلقه دي على اي بودكاست ابلكيشن هحط في الديسكربشن لينك للاركتكشر ده، ان انت عندك دايما تلاقي ان في الداتا ليك رسمتها كده عامله زي جردل. هي جردل، هي جردل، يعني تخيل ان عندك جردل انت بترمي فيه اي حاجه، يعني عندك صور ارمي فيه، عندك انا مش عارف انا بقول جدول على اس 3 ما اعرفش هو بقيه الصور بتاعت الحاجات دي، بس اعتقد هي كلها زي بعضها يعني. المهم عندك صور ارمي، عندك فيديوز ارمي، عندك لوجز ارمي، عندك جيسون ارمي، عندك سي اس في ارمي، عندك باكي ارمي، هو انت تحط عليه كل حاجه. طيب لكن الداتابيز لا، انت بتحط الداتا بشكل فورمات بطريقه معينه، ومش كل الداتابيز بتاخد كل الفورماتس، فبالتالي انا الداتا ليك هتاخد منك اي حاجه، فده ممكن تعتبر ان الداتا ليك دي هي انترميديت لاير. طب حد ممكن يسالني سؤال، هل ممكن اتريت كافكا از انترميديت لاير؟ ممكن، بس مش في كل الاوقات وهي كوستلي. يعني هل انا هرمي كل حاجه في كافكا واعملها هسيبها مثلا سنه مثلا؟ ممكن، بس هل ده كوستلي افكتيف هيبقى موجود؟ لا، هي مش افضل حاجه. لكن في ناس ممكن تاخد كافكا از انترميديت لاير وترمي بعد كده في الداتا ليك. ممكن ناس تقول لك لا، اهم ضايق على الداتا ليك على حسب وضع الابلكيشن. ففكره برضو انت ايه الداتا ليك بتاعتك مش منطقي. الناس برضه بحس ان الناس بتابيوز كافكا، في ناس تقول لك لا انا عندي يوز كيس محتاج فيها الكيس دي. في صديق اعرفه كان بيديزاين و هم في شركه كبيره بيديزاينوا زي لاير كده معينه مع البيزنس، وهم التيم او جزء ده البيزنس ده او يعني التراك ده من الشركه كلهم بيسلموا بعض عن طريق كافكا. يعني هو بيسلم كونتراكت كافكا وبياخد كافكا، فهم سايبين كافكا، وحتى الريتنشن بتاعهم حوالي سنه، واليوز كيس بتستلزم ده، هم بياخدوا الداتا بالشكل ده. فهل دي مش موجوده واحنا بس نقول؟ لا، هو موجوده في شركات بتعملها وفي شركات كبيره كمان، مش هقول لك ان هي انتي باترن، لا هي باترن موجود ناس مستخدماها. ف بس اللي بقوله انك انت لو ما عندكش حاجه انك انت تخلي الداتا على كافكا، فهي كافكا مش هيبقى هو الداتا ليك بتاعتك، لا هيبقى عندك هدوب او عندك اس 3 او ايا كان الفايل سيستم بتاعك. طيب بعد ما حطيت في الداتا ليك وعملت كلاسيفاي للداتا وبارتيشن الداتا بشكل تمام، نبدا بقى نتكلم على انك انت تبني الداتا وير هاوس بتاعتك. طيب حته السكيورتي، لو انت بتشتغل على داتا
محتاجة انك انت نفترض عندك requirement ان الداتا انت تقدر تخزن الداتا بس على شرط مثلا ان هي تتخزن ماكسيموم 90 يوم وان هي لازم تبقى encrypted. المعلومتين دول لو انت بدأت تنجست الداتا او بدأت تشتغل على الداتا وانت اساسا مش عندك يعني انت ما تزينش الابلكيشن بتاعك ان هي يعمل الكلام ده هوت، هتتعب بعدين. ليه؟ لان في بعض الحاجات ما بتسمحش انك انت تري انكريبت، او يعني الموضوع مش بيبقى سهل، فبالتالي الموضوع بيبقى سيمبل. يعني الموضوع يعني ممكن اقول ان زمان كان الموضوع ممكن يكون صعب شويه، بس مع الوقت الموضوع مش سهل. يعني دلوقتي انا مثلا بتكلم على اي دبليو اس، انت ممكن مثلا كي ام اس كي انكريبشن وخلاص، داتا انكريبتد على الديسك او على الاس اس في ليفل، فانت ما فيش حد مش كومبلاينس بالصعوبه، يعني خلاص انكريبت الداتا والداتا شغاله كويس جدا. حته تانية، لو انت بتنجست الداتا من حاجه اون بريمس او حاجه بره الكلاود او حاجه في 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 في, في دي ام زي مختلفه او داتا سنتر مختلفه، هتعمل ايه؟ هنا بيبقى في ناس بتحاول تعمل اللي هي البرايفت كونكشن، ازاي انك تعمل برايفت كونكشن من المكان اللي تاخد منه الداتا للمكان اللي رايح فيه الداتا. برضو وانت يعني خد بالك انك انت احيانا، انا مش بقول ان الناس اللي شغاله في الداتا انجينيرنج او في الداتا وير هاوس محتاجين يعرفوا نتوركينج بشكل قوي، بس حاليا احيانا بالذات موضوع لو في شركه انترميديت مثلا، ساعات بتضطر انك انت تكون فاهم الكلام ده، انك انت بتديزاين الكلام ده او بتشارك في ديزاين الكلام ده، فانت لازم تكون فاهم الداتا دي فين، وانت بتجيب الداتا دي هل هي على بابليك انترنت ولا مش بابليك انترنت، ولا هي هل هي وحتى برضه في ديفينيشن ساعات ناس مش عارفاها، وانا عشان كده بكومنت ناس تقرا الموضوع هوت، حته في ناس بتبقى عندها خلط هل هي على الانترنت ولا مش على الانترنت. يعني تعريف انترنت اصلا، انا عارف ان انا ممكن اكون بقول الكلام يلخبط شويه، بس هي تعريف انترنت انا ساعات بحس ناس عندها خلط فيه. يعني لو انا مثلا عندي داتا سنتر، عندي داتا جوه داتا سنتر، والداتا دي بتموف من داتا سنتر جوه داتا سنتر بس مش على برايفت شانل، هل هي كده اكسبوز للانترنت ولا لا؟ انت محتاج تقرا الموضوع وتعرف انت الكوينت بتاعتك ايه، لان هي احيانا في ناس ممكن تبقى هي ما عندهاش الكوينت، هي بس لو هي في نفس داتا سنتر ممكن تموف الداتا، مش محتاج برايفت شانل، مش محتاج تكسبوز، وهي كده مش اكسبوز ولا هي اكسبوز، محتاج تسيرش على الموضوع اهوت. حته برضه السيبريشن، في بعض الناس بتقدم مثلا سوفت وير از ا سيرفيس، بيبقى عندهم بعض الكومبلاينس او خلينا نقول الريكويرمنتس، مثلا ان هم عايزين ان يبقى الداتا بتاعتهم سيبريتد عن بقيه الداتا بتاعت الكاستمر التانيين، فانت ازاي تعمل الكلام ده هوت؟ هل هتمانج الدنيا انك تعمل اكونتس لكل كاستمر؟ هل هتفصل البلاتفورم ازاي؟ نقطة مهمة جدا. طب وانت بتبني البلاتفورم بتاعتك ازاي تبنيها؟ هتروح على الكونسول وتقعد تعمل الحاجة كلها عن طريق الكونسول، ولا تروح تبنيها ب اللي هي كود؟ يعني هتعمل مثلا تستخدم تيرافورم ولا كلاود فورميشن ولا التولز ما يوازيها في انك انت تبني التولز أو تبني البلاتفورم بتاعتك؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي في حاجة اسمها انا ناسي المصطلح طيب من دماغي، بس هي انت بتبني بلاتفورم من الكود. لو انا عندي مثلا عايز اعمل كلاستر وعايز احط شويه بلاير شويه رولز شو كل التفاصيل دي عشان اعوز ابنيها تاني، فالافضل ان ابنيها مثلا عن طريق بلاتفورم اللي هي كود بلاتفورم. انت تعمل بلاتفورم از سيرفيس، انا ناسي، مش بلاتفورم از سيرفيس، انفراستراكشر، انا ناسي الاسم، بس يعني يعني هحط اللينك بتاعه، هو طيب مين دلوقتي وانا بتكلم مش عارف ليه. المهم فهبني البلاتفورم مثلا عن طريق تيرافورم او كلاود فورميشن، فهقدر اريبروديوس الستبس تاني. لو انا عندي ايشو هقدر ان انا ريفيو الايشو دي تاني. حته ممكن نقولها برضو، هي دي مالهاش علاقه بالانجستشن، لها علاقه ببناء البلاتفورم عامه. دلوقتي كل الشركات الكبيره بتريكومند انك انت تبني البلاتفورم بتاعتك از كود، يعني فيلم كود. فلما انا اجي مثلا دلوقتي ابني بلاتفورم، مثلا عايز اعمل كلاستر واعمل كل الخطوات بتاعتي، فابني على كلاود فورميشن او تيرا فورم، واجي ان انا حصل عندي مثلا افتاي كومبلاينس، عندي اوديت وحد عايز يشوف البرميشنز اللي كل يوزر واخدها عندي، واللي كل ديفلوبر واخدها عندي في الشركه، واللي الاكسترنال كاستمر بياخدوها. لو انت عندك الكلام ده كله از كود، فبيبقى سهل جدا. بالعكس ده في تولز انتجريتد اصلا بيعمل اناليسيس على الكود بتاعك ويقول لك انت تمام مش تمام. دي النقطه الاولى في حته الكومبلاينس، حته حلوه جدا. حته
reproducibility، يعني ان انا اقدر ريبروديوس البلاتفورم دي على الديفلوبمنت، او ان انا اعمل نفس البلاتفورم تاني عشان اسيميوليت نفس الكيس. في كيس كتير جدا ممكن الحته دي، ان ازاي نعمل بلاتفورم انفراستراكشر از كود دي، خلينا ان احنا يعني ممكن نعملها حلقه لوحدها. انا تمام كيف النقطه كنت عايز اتكلم فيها. اخر حاجه انا بس كنت يعني قلتها في النص بس اوضحها، هي حته بول اور بوش. هل السورس سيستم ممكن يبول، ممكن تبول منه ولا ممكن يبوش؟ ليه بقى سؤالك الاسهل؟ ان انا لو السورس سيستم ما في بوش داتا، خلاص بوش، هاخد داتا يبوش على كافكا ولا اي سورس سيستم، وما اعرفش انا هبول منه او على حسب الحته دي. بس كل ما نخلي ان الدنيا، انا في وجهه نظري ان كل ما نخلي السيستم ديكابلد، وان هي ان هو يقدر يبوش لك خلاص، يبقى انت يعني هو بيبوش اسينك زي نظام ايفنتس وانت بتستلم منه، ده اسهل وبيخف عليك الوت اوف كومبلكستي في السيستم بتاعك. احنا خلصنا الحته دي. المره الجايه هنتكلم على الاكشوال داتا بايبلاين او الانترميديت لاير، ازاي نعمل انترميديت لاير كويسة، وازاي نعمل بايب لاين. انا عارف ان الكلام في ناس يعني عايزة مننا ان احنا ممكن نخش تفاصيل اكتر، بس الوقت مش هيسمح. وفي فكرة احنا بنحاول نعملها، ان احنا ممكن ناخد سيستم فولي ونحاول نعمله امبلمنتشن سوا ونديزاين سوا ونعمل الكلام ده، دي حتة قريبة. احنا بس مركزين دلوقتي حاليا في كورس هدوب وسبارك، وقت ما هيخلصوا ان شاء الله هيبقى عندنا افكار دي. يعني بنحاول نبالانس، احنا بنحاول نفوكس بس في الكورس ده، مش عايزين نشتت نفسنا. وقت ما الكورس بتاع اللي هو هتوب وسباك خلاص، وهيبقى عندنا فوكس اكتر ان احنا نديزاين ونعمل حاجات كتير. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.